اليوم ان شاء الله غنمشي بكم حتى اليابان وغنوجدوا واحد الكيكه. يا سلام، تبعوا معايا الحلقه. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليمة مع حليمة. وصفتنا اليوم الكيك الياباني الشهير، كيجي مختلف على الكيك العادي واكيد كيستحق تجربة. اذا بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوا. غنحتاجوا في المكونات 6 ديال البيضات اللي غادي نفرقوا الابيض على الصفر، يعني عندنا 6 ديال البيض البيض وهنا 6 ديال الصفر البيض، 100 غرام ديال الحليب، بالكاس العنبة هي 1/3 ديال الكاس، 100 غرام ديال السكر نفس المقدار تقريبا، و 100 غرام ديال الدقيق، واحد الكاس ما عامرش بزاف، 100 غرام ديال الزبدة تقريبا، 1/4 ديال المعالق فانيلا سائلة، او ممكن تستعملوا غير الكيس ديال الفاني نسم، يعني السكر نسم الفاني مع قبيصة ديال الملح. هذو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. نخليكم مع لائحة المكونات مضبوطة وغندوزو مباشرة طريقة التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه وفي كاسرونه غادي نديروا الحليب مع الزبده وغادي نرضهم فوق البوطه حتى كيذوبوا مع بعضياتهم، يعني كيتخلطوا. غادي نمشي وناخدو بول غادي نديرو فيها بيض البيض، 6 ديال بيض البيض، كنزيدو معاه السكر، شويه ديال الملح، فاني، وكنخدموه مزيان بالباتور حتى كيطلع. صافي، ملي كيطلع الخليط بهذا الشكل كنتوقفو وكنخليوه على جنب. الحليب والزبده ملي كيذوبوا كنديروهم في واحد البول اخرى، كنزيدوا الدقيق وكنخلطوا بطراب يدوي او بالكهربائي اللي بغيتو حتى كينسجموا مزيان بهذا الشكل، وكنبداو كنزيدوا صفر البيض شويه بشويه وحنا كنخلطوا. على 3 ديال المرات او 4 حتى كنحسوا بصفر البيض كله انسجم مع الخليط الاول اللي خدرناه، صافي كيكون هذا الخليط جاهز باش كنخلطوه مع الاخر. كناخذوا سباتولا وكنزيدوا خليط ديال صفر البيض مع ديال بيض البيض، وكنبقاو كنخلطوا شويه بشويه باش ما يهبط ليناش البيض ديال البيض حتى كيتخلط مزيان، وكنشوفوا يعني ولا منسجم كنتوقفوا. بعد ما خلطنا الخليط مزيان انسجم كنوجدوا المول ديالنا، من الاحسن نفرشوه بورق الطبخ مزيان باش كيعطينا فين كيطلع الكيك، لان كيتنفخ وكيطلع مزيان، فلا ما كانش فين يطلع غادي يفادينا في الجنب. لذا خليو الورق طالع الفوق وكنديروه في واحد المول اولا صفيحه اللي غتدخل الفران كيكون فيها بحال هذا المستوى هذا ديال المغليان، وغادي نديرو العجين ديالنا بهذا الشكل صافي، وكندخلوها الفران مسخن من قبل على 150 درجه
تقريبا واحد 60 دقيقة، من الأحسن تكون في الوسط ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالنا. الكيك ديالنا بعد ما طاب فضروري قبل ما نخرجوه نخليوه في الفران حتى الفران كيبرد تماما، ملي كنطفيو عليه ونخليوه لداخل باش ملي كنجبدوه ما كيهضش ديك الساعة. كنشكركم دائما على المتابعة، وما تنساوش تابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء.